انطلقت فعاليات مهرجان الجبنة المصري اللي بيتم تنظيمه في نسخة ثالثة الحقيقة هذا العام، وبيتم تدشينه برعاية جامعة اسكندرية وفي أكاديميين وخبراء في صناعات غذائية ورؤساء شعب الغرف التجارية المختلفة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المهرجان. معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمود حسن رئيس مهرجان الجبنة المصري. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا هبة، منورين الشاشة. بنورك يا فندم، اهلا بحضرتك. أهلا في البداية عايزين نعرف هي فكرة مين ان احنا نعمل مهرجان للجبنة وايه الهدف منه؟ الحقيقة مهرجان الجبنة هي كانت فكرتي من 2022، والهدف منه ان احنا نعرف العالم كله قد ايه مصر دولة متمكنة ومتقدمة في صناعة منتجات الألبان، وده اللي اثبته المهرجان على مدار الثلاث سنين، واللي خلانا السنه دي نبدا اطلاق المهرجان من جامعه اسكندريه تحت رعايه الدكتور عبد العزيز كنت رئيس الجامعه، تبدا فعالياته من امس، من امبارح 18/7، واللي يعني هتستمر بفعاليات لحد المهرجان 31 اكتوبر. تبقى فعاليات علميه، فعاليات ترويجيه، فعاليات تسويقيه، كلها في خدمه صناعه وقطاع منتجات الالبان. اشمعنى الجبنه يا دكتور؟ الجبنه الحقيقه ما فيش مصر، بيت في مصر ما بيفيهوش جبنه او منتجات البان، اللي هي غذاء رئيسي وغذاء اساسي غني بالبروتينات، غني بالكالسيوم، فيها انواع كثيره جدا. يمكن انا لو ما بحبش الجبنه البيضاء احب الجبنه الرومي، هحب الجبنه القريش، ففي تنوع كبير في الجبنه وفي قيمه غذائيه كبيره للصغيرين والكبار. طب ايه اللي هيقدمه المهرجان للناس للمستهلكين؟ المهرجان بيعمل حاجة جميلة جدا للمستهلك، انه بيعرفه على انواع من الجبنة وشركات وبراندات ممكن ما يكونش بيشوفها في كتير من السوبر ماركت او المحلات المعروفة للناس، لان مش كل الشركات بيبقى عندها القدرة على توزيع منتجاتها في كل مصر، فبيبقى قدامه اختيارات اكتر، وده طبعا بيساعد الشركات دي على النمو وعلى انها يبقى عندها يعني عملاء اكتر، وده في حد ذاته مصلحه كبيره جدا للاقتصاد المصري، لما كل شركه صغيره تبدا في النمو وتبقى شركه متوسطه بعد كده تبقى شركه كبيره، ده بيخلق فرص عمل وبيخلق رواج اقتصادي. فالموضوع مش على قد الجبنه وانواعها، على قد ما هو دفع لعجله الصناعه، دفع للتنميه في قطاع مهم جدا زي السعر. السعر الاسعار يا دكتور. الاسعار طبعا كلنا بنعاني من موضوع ارتفاع الاسعار، بس الحقيقه ان لما بيكون في تنافسيه عاليه في مهرجان زي مهرجان الجبنه، بيبقى في اكتر من منتج مع بعض في مكان واحد، بيبقى في منافسه كبيره في الجوده وفي الاسعار، عشان كل واحد يثبت قد ايه هو متميز في مجاله. طيب دكتور، هل ده معناه ان احنا متميزين مثلا في اصناف معينه من الجبنه، احنا الوحيدين مثلا اللي بنصنعها في المنطقه؟ الحقيقه ان مصر متميزه في 4 انواع من الجبنه، مش نوع واحد، مفيش اي دوله في العالم بتنتجهم، وهم الجبنه الرومي، دي جبنه مصريه اصيله، الجبنه الدمياطي بانواعها، الجبنه الابيض الطري ده بانواعه، والجبنه القريش، وكمان اللي بيطلع من الجبنه القريش المش. طبعا مش. فدول 4 انواع مصر متفرده بيهم. وعلى فكره الجبنه الرومي بالذات يعني يمكن عليها اقبال وطلب عالمي كبير، ده اللي بيشتغل بره مصر بياخدها معاه بعد ما بيخلص اجازته كده، بيسافر باوزان كده محترمه للجبنه الرومي. الحقيقه بالذات ان جامعه اسكندريه وكليه الزراعه ليهم يعني شغل كبير في تطوير الجبنه الرومي، وازاي ان هي تبقى يعني جبنه منافسه عالميه لانواع جبنه جافه كتير. طيب ده عظيم جدا. دكتور حضرتك ذكرت مجموعه كبيره من الفعاليات، مفيش تذوق؟ ده اكيد، ده اساسي. طب في تذوق، يبقى في قسم المخبوزات اكيد. ده اساسي وفي كمان قسم المخبوزات طبعا. طب ده عظيم جدا. ده شيء ما يعني ما ينفصلوش عن بعض، وكمان الجديد السنه دي في المهرجان كمان هيبقى فيه شارع للحلويات اسمه شارع الحلو للحلويات اللي كمان يعني هنفطر وهنحلي منتجات الالبان. لا احنا لازم نيجي نزور المهرجان. لا ده كده هيبقى فيه زياده وزن. لا يا دكتور، عيدوا النظر، عيدوا النظر في شارع الحلويات ده. بالعكس، الحلويات المنتجه من الالبان حلويات صحيه، سكرياتها ما بتبقاش كتير،
وحتى بتبقى دهونها طبيعيه، فيعني هي حاجه صحيه اكتر من ان هي بتزيد الوزن. طيب سؤالنا الاخير، هيفضل المهرجان في اسكندريه ولا هيتنقل في محافظات مختلفه؟ المهرجان السنه دي هيبقى في حديقه الحريه في القاهره، وهيبقى ده الحدث الاساسي، وهيبقى في اكتر من تعليق في اكتر من محافظه. يعني امبارح كان اطلاق المهرجان في جامعه اسكندريه في كليه الزراعه زي ما قلت لحضراتكم، وهيبقى في اكتر من فعاليه ثانيه زي ما قلت للزفت للترويج وللتسويق وللتطوير، في لقاءات مع رجال الصناعه. شكرا يا دكتور. لقاءات مع الجهات الحكوميه كثيره لتطوير المجال لقطاع الالبان. نشكر حضرتك دكتور محمود حسن، رئيس مهرجان الجبن المصري.